معلش خلينا نرجع من أولها، إذا ممكن يحطوا البيت وتأخذنا بالتسلسل، يعني إيش أنا شايف ده الأساس، إيش علاقة شخصية مع الله اللي يعني أنا هبتدي من فوق لتحت عشان أوكي يعني نعرف أهمية الحاجات اللي قبل كده. يعني هطلب من أليس تقول لنا تأثير الدور الثاني والأول والأساس على الدور الثالث، تربية الأولاد. الأولاد إذا بابا وماما بيتخانقوا هما في إيده الأمان، مهما كانوا حافظين هيعملوا إيه مع العيال، لكن أمان الطفل مبني على إن بابا وماما واحد. فلو السقف اللي فوق بتاع البيت ده اتفصلوا عن بعض، الطفل بقى مش محمي، فكل حاجة تنزل، مطر، تلج، تراب، هينزل عليه. فأمان الطفل مبني على وحدة بابا وماما، تفاهم بابا وماما. وحتى لو شافونا بنتخانق يشوفونا بنعتذر وبنود بعض، فيحسوا الدنيا أمان. لكن بابا بيتخانق وماما بتتخانق وبيصعب علي العيال بقى، بيقولوا هنروح عند تيتا، يعني عارفين إن إيه، حد هيمشي، حد هيمشي بالبيت. يعني عدم وحدة بابا وماما يمنعوا الأمان اللي عند الطفل، وبالتالي ساعات بابا وماما يعملوا فريقين بقى، فأنا عايز الفريق بتاعي أوكي. فتنازل عن يلعبوا تنازل عن حاجات وأفوت وأقول له طب أعمل كده بس ما تقولش لماما، أنا بزود المشكلة. بيشتري حاجات لابنه لبنته بالزبط. حاجات كأنه نوع من المغريات، كسب يعني الطرف يزود الحزب بتاعه كمان. وده يبوظ في تربية الولد. الولاد بيفهمونا فبيلعبوا حاجة بالمصري نقول بيشتغلونا، أو عارف ماما هتقول لا يروح يشتغل على الطرف. إذن دور الثالث مبني على التفاهم، التفاهم مبني على شخصية شفاء نفسيتي. شفاء نفسيتي أنا لو عندي مثلا عدم ثقة بنفسي أنا الراجل، فأنا هفضل هصمم على رأيي وهتحكم، وبقى دكتاتور مش إن أنا مش عارف صوتي التفاهم. عالي وكلامي وكمان من ناحية تانية الست لو هي مفتقدة الشعور بالأمان بتبقى عندها غيرة مرضية وتدور على تدور في الحاجة بتاعته وتفتش في الموبايل ليه. هي المشكلة مش في التفاهم، المشكلة إن الدور الأول اللي هو نفسيتي مش أنا لو عندي شعور بالذنب هشك في مراتي وهشك في عيالي واتحكم فيهم ما تقابلوش وما تلبسوش. لكن نرجع في الآخر ونقول الأساس. فأنا بدعيك يا عزيزي المشاهد إن أنت تبتدي بالأساس. هل ليك علاقة شخصية مع الله؟ هل ليك عشرة؟ في ناس كتيرة بتروح الكنيسة، وناس بتمارس وسائط النعمة، وناس ماشية على الطقس مظبوط، بس الحقيقة ربنا عايز، هو بيخبط كده يقول أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد أدخل إليه أتعشى معه، ما قالش حاجات معينة، عايز يبقى فيه بيني وبينك عشرة. فأنت مدعو يكون ليك عشرة، يكون الأب السماوي هو بابا وأنا لي علاقة الابن.